النوع التاني من الـ من الـ الستريسز هو الشير ستريس. والشير ستريس ده بيسك بيبقى الفورس بدل ما هي كانت بتابلاي بيربنديكولار على السيرفيس، هنا بتابلاي بارلل للسيرفيس. يعني بدل ما كان عندنا الفورس كانت بتابلاي في الدايركشن ده، لا ده انا اكني بشد الاوبجكت بتاعي بارلل للسيرفيس اللي موجود عندي بتاع الاوبجكت نفسه. والديفينيشن بتاع الشير ستريس اللي هو اس شير هو عباره عن اف الفورس بتاعتي على التانجنت area او tangential area اللي هي الاريا اللي هي مماسه للفورس دي، مش الاريا البربنديكولار على الفورس دي. وحسب القانون هنا بتاعنا بقى في الجزء بتاع الشير ده بيساوي جي تايمز ابسلون اس، اللي هي ابسلون اس طبعا هي عباره عن الشير سترين. اوكي، وبيتعرف ان هو دلتا على اتش، بيتعرف على ان انا لو انا عندي الاوبجكت بتاعي اتحرك في الاتجاه ده كده، دي الدلتا ودي الاتش بتاعتي، اللي هي بيسك لو انا بصيت على دلتا على اتش دي هي عباره عن التان بتاع الانجل ثيتا اللي حرك الاوبجكت بتاعي، اللي هي نتيجه للابلكيشن بتاع الفورس دي او ابلكيشن بتاع الشير ستريس اللي موجود عندي هنا دوت. حصل لي ان يبقى في هنا انجل، التان بتاع الانجل دي هو يعتبر الشير سترين بتاعي اللي هو دلتا على اتش. الكونستنت موجود عندي هنا بسميه الشير مودولس، ونفس الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في الجزء بتاع النورمال ستريس نفس الكلام هنا برضو بيابلاي. هلاقي عندي برضو ان الجي دي موجوده في لينير رينج بس، مش موجوده في كل الاحوال. وطبعا لو انا عندي نون لينير ريليشن شيب بتوين الشير ستريس والشير سترين بقدر لينيرايز في حته معينه بحيث ان انا اقدر ابلاي او احسب منها الجي بتاعتي في المكان ده بتساوي كام، واقدر استعملها بعد كده ان انا اراوند البوينت دي لو عندي مثلا تغيرات طفيفه حواليها ولا حاجه بقدر احسب الجي ان هي كونستنت في المنطقه دي.